السلام عليكم ورحمة الله. اليوم الفيديو رياضيات للصف الثالث متوسط، نكمل وياكم باقي التمارين. تأكد من فهمك صفحة 88 المعادلات الكسرية. أخذنا الأربعة الأولى وإن شاء الله اليوم الفيديو راح ناخذ الخامسة والسادسة. خامسا 9x ناقص 14 على x ناقص 5 يساوينا x تربيع على x ناقص 5، أو سادسا 1 على y تربيع ناقص 6 يساوينا 2 على y زائد 3. خلينا نحلها نشرحها. يعني قبل لا أشرح، أول مرة شلون أعرف هذه المعادلة كسرية؟ هو ما يقول لي بالسؤال يقول لي حل المعادلة الكسرية، لا، بس يقول لي حل المجموع، جد حل كل من المعادلة من المعادلات الآتية أو جد ناتج ما يلي اتباعوا عليها. شو تقولون؟ قولوا هذا معادلات كسرية. شلون أعرفها معادلة كسرية؟ لأن بيناتهم يساوي. شلون أعرفها معادلة كسرية؟ بيناتهم يساوي. هسه عندي اكس ناقص 5 واكس ناقص 5، ايش راح نضرب؟ راح نضرب طرفي المعادلة في اكس ناقص 5، يعني هذا نضربه خاطر تخلص من الكسر. هذا ويا هذا راح، ايش بقت عندي؟ بقت عندي 9x ناقص 14 يساوي، وهذا ويا هذا راح، بقت عندي بس اكس تربيع. معني؟ هسه نصفرها ونرتبها، أول مرة الاكس تربيع، وبعدين الاكس يلا العدد. اكس تربيع ناقص هي موجب، هذا كله الطرف احول اشارته، هذا موجب يصير سالب 9x، وسالب 14 يصير موجب 14 يساوي لنا صفر. عندي ثلاث حدود ما بها عامل مشترك، نحلها بطريقة التجربة. اكس باكس ناقص نقول بزائد، اول مرة الناقص بناقص، ال 14 جاية من 2 في 7، أي نخليهن اثنيناتهم سالب، اثنيناتهم سالب خاطر نقول سالب 7 وسالب 2 خاطر يطلع لنا سالب 9x. أما x ناقص 7 يساوي لنا 0، x يساوي لنا 7، أو x ناقص 2 يساوي لنا 0، x يساوي لنا 2. مجموعة الحلول، مجموعة الحلول طلع لنا 7 و2 وست القوس. ها عيني حليت السؤال الأول وإن شاء الله افتهمتوا 7 و2. زين، نحل السؤال الثاني. نحل السؤال الثاني، شو يقول السؤال الثاني؟ يقول لي 1 على y تربيع ناقص 6 و2 على y زائد 3. هذا نحله يعني عندي هنا واي تربيع وهنا واي، رأسا طرفين بوسطين أحسن. ترى هي الرياضيات ألف طريقة وطريقة، أنا يعني أشرح لكم الطريقة السهلة. نحلها طرفين بوسطين، يعني أقول 1 في y زائد 3 واي زائد 3 يساوي لنا 2، وأخلي قوس واي تربيع ناقص 6 طرفين بوسطين. أقول y زائد 3 يساوينا، ندخل الاثنين على القوس، يعني أقول 2 في y تربيع 2y تربيع ناقص، و2 في 6 12. هسا أرتبهن وأصفرهن، يعني أقول 2y تربيع ناقص y، لأن هي موجب y، لما ننقلها للطرف يصير سالب y، سالب يعني نقول سالب 2 سالب y سالب y ناقص سالب y ناقص 3 ناقص 12 يساوي لنا 0، لكن نرتب ذني نتخلص، يعني خطوة خطوة. 2y تربيع ناقص y، إشارات من الشابهة نزل إشارة ونجمع، 3 و12 يساوي لنا 15. هسه نحلها بطريقة التجربة. هنا نقول واي أول مرة خاطر نقول دقيقة 2y لو واي، لا هنا واي أول مرة واي، وبعدين هنا 2y. خلنا نشوف واي ب2y، هنا ناقص بزائد، ال 15 جاية من 3 في 5، خلينا نتأكد 6y و5y يطلع لنا سالب واي. عافية، حلو.
أما نقول واي ناقص 3 يساوي لنا 0، واي يساوي لنا 3، أو واثنين واي زائد 5 يساوي لنا 0، اثنين واي يساوي لنا سالب 5. نقسم على اليمن على نقسم على اليمن على 2 واي على 2 على 2 مو على 2 واي. هذه راحت واي يساوي لنا سالب 5 على 2. اذا مجموعة الحلول 3 وسالب 5 على 2 و6 القوس. ان شاء الله صار الفيديو واضح وافتهمتوه، وبالتوفيق.